أعزائي الطلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا ومرحبا بكم في حلقاتنا المتواصلة ومدرسة على الهواء. أعزائي طلاب الصف الثالث الثانوي القسم الأدبي، توقفنا في الحلقة السابقة في الفصل الخامس عن التوسع الاستعماري في البلاد العربية. طبعا احنا اعتبرنا ان الفصل الخامس هنا موضوع جديد مع وجود بعض الارتباطات بالايه؟ بالفصل الرابع او الفصل الثالث او الفصل الاول، الحملة الفرنسية. اتكلمنا واكدت عليكم في اول ايه الحلقه، قلنا عندما ضاعت مصر 1882 للاستعمار الانجليزي، تلتها السودان 1884، ثم عندما وقعت الحرب العالميه الاولى 1914 كانت كل البلاد العربيه من المحيط الى الخليج في قبضه الاستعمار الاوروبي ما عدا قلب الحجاز والعراق وسوريا، كانت لا تزال ولايات عثمانية تخضع للحكم العثماني المباشر. اتكلمنا عن أثر الحملة الفرنسية على مصر على جنوب الجزيرة العربية، وإن سلطنة عمان واتفاقية أكتوبر 1798. اتكلمنا عن أثر الحملة الفرنسية على جزيرة بريم واحتلال إنجلترا لها 1799. اتكلمنا على أثر الحملة الفرنسية على مستقبل سلطنة لحج وعدن في اتفاقية 1802. كل ده كان يعتبر أثر للحملة الفرنسية على جنوب الجزيرة. طبعا السؤال هنا بقى كبير، قلنا هنحاول نحط أسئلة ما العلاقة على كل نقطة منهم، فممكن نقول لك ما العلاقة بين الحملة الفرنسية ومستقبل عمان أو مستقبل بريم أو اليمن. اتكلمنا عن أثر محمد علي وظهوره في الخليج العربي على مستقبل الخليج العربي وتوجيه إنجلترا اتفاقيات 1820 والتي أطلق عليها معاهدات الصلح العامة، وما هي نصوصها ونتائجها التي انتهت بتحول المعاهدة من معاهدات صلح إلى معاهدات حماية واحتلال لمسقط عام 1891 والكويت عام 1899. تكلمنا عن أثر ظهور محمد علي 1837 في اليمن بالقرب من عدن والوجود الإنجليزي الذي هدد إنجلترا فأسرعت باحتلال فعل العدن 1839، ثم عقد معاهدة مع سلطنة لحج تقضي بمراقبة أتباعه وتأمين الطرق للإنجليز. هنتكلم النهاردة عن التوسع الاستعماري في مكان تاني، التوسع الاستعماري في البلاد العربية خاصة في الشمال الإفريقي. هنتكلم على الشمال الإفريقي مبدئيا، هنبدأ بأول دولة ضاعت الاستعمار الأوروبي الفرنسي وهي دولة الجزائر. قبل ما نتكلم على الجزائر، في قوانين عايز احطها لك في استعمار اي دولة عربية او اي دولة بتضيع تحت الاستعمار. في ثلاث عناصر بنعملهم في كل دولة. الثلاث عناصر دول لما بنمشي عليهم بنقدر نفهم الدولة بسهولة. اول عامل الدوافع التي دفعت فرنسا لاحتلال الجزائر، ايه الاسباب؟ بعد الدوافع بنتكلم على السياسة الفرنسية في الجزائر، ايه السياسة التي اتبعتها فرنسا في الجزائر. اخر حاجة بنتكلم فيها كفاح الجزائر حتى الاستقلال. دول ثلاث عناصر تخلي بالك منهم كويس جدا، الثلاث عناصر دول ثابتين في كل دولة. هتضيع الجزائر دلوقت، هقول فسر اتجاه فرنسا الى الجزائر او ما هي الدوافع التي دفعت فرنسا لاحتلال الجزائر. شوية بعد الاحتلال ما هي السياسة الفرنسية في الجزائر. بعد السياسة والاستغلال اللي حصل ايه هو كفاح شعب الجزائر. طيب نشوف مع بعض في البداية كده ايه الشمال الافريقي اللي انا اقصده. دي خريطة كده مبدئية كروكية بس مش مظبوطة قوي، بس بتوضح الغرض منها. ده البحر الاحمر، قارة افريقيا، ادي مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا، اسبانيا والبرتغال، وفوق هنا فرنسا اهي. تمام، هنا بلاد الحجاز وده البحر الاحمر. اللي احنا عايزين نقوله دلوقتي ليه فرنسا عاوزة تحتل مين؟ الجزائر. طيب لما نسأل السؤال ده نقول ليه فرنسا عايزة تحتل الجزائر؟ في البداية أنا عايز أتكلم على حاجة مبدئية. قبل الاحتلال عايز أوضح العلاقة. إيه هي العلاقة بين فرنسا والجزائر؟ نوعية العلاقة بين فرنسا والجزائر قبل عام 1827. ايه نوع العلاقة بين فرنسا والجزائر قبل سنة 827 اي الاحتلال؟ علاقة ودية. ركز بقى كده،
علاقة ايه؟ ودية. ليه؟ قال لأن فرنسا تستورد، تستورد ايه؟ بتستورد القمح من الجزائر على سبيل الاقتراض بس. تبقى العلاقة قبل الاحتلال 27 علاقة ودية. مين اللي بتستورد؟ فرنسا. بتستورد منين؟ من الجزائر. تبقى فرنسا بتستورد هنا من الجزائر القمح على سبيل الاقتراض، يعني ما بتدفعش. ليه؟ قال لك اثناء حصار انجلترا للشواطئ الفرنسيه اثناء الحرب النابليونيه او حرب الثوره الفرنسيه. طب جميل، ايه اللي حصل بقى؟ اتبدلت الامور. اتبدلت الامور ازاي؟ لما نيجي الامور اتبدلت وبدات تتحول لدوافع. طب نيجي نقول ايه هي الدوافع الرئيسيه لاحتلال فرنسا للجزائر. الدافع الرئيسي الاولاني عندي بنقول واحد، مطالبه. مين اللي طالبت بقى؟ الجزائر. طالبت الجزائر من مين؟ من فرنسا بتمن القمح سنه 1800. تمن القمح كان كام؟ 24 مليون فرنك. تبقى مطالبه الجزائر. الجزائر طالبت مين؟ طالبت فرنسا. عايزين فلوس القمح، الكلام ده 1800، كام مليون؟ 24. اتنين، نقدر نقول اجتمعت لجنة مالية في باريس وقررت الآتي، احنا هندفع كام يا أستاذ؟ الكلام ده كان سنة 1826، يعني الرد بعد 26 سنة. احنا هندفع 7 مليون بس. اوكي خلاص، هاتوا 7 مليون. التسديد سوف يأخذ وقتا طويلا. التسديد سوف يأخذ وقتا ايه؟ طويلا. طيب جميل، هنشوف الطريقة هيحصل فيها ايه؟ بس فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل ان شاء الله ونكمل الدوافع الرئيسيه، فانتظرونا. اهلا بكم من جديد بعد الفاصل. شفنا مع بعض هنا ان فرنسا اول ما طلبتها الجزائر 1800 ب 24 مليون فرنك، اجتمعت لجنه ماليه في باريس 826 وقررت تخفيض الديون الى 7 مليون فرنك والتسديد سوف ياخذ وقتا طويلا. ثم استغلت فرنسا اعمال القرصنه المتبادله بين سفن بابا روما وسفن الجزائر في اطار اعمال القرصنه بين شواطئ البحر المتوسط وحصار فرنسا لشواطئ مين؟ الجزائر من عام 1827 ل 1830 وتوجيه الانذار التالي. طيب نشوف مع بعض كده، بصوا معايا كده على الخريطه. لما اقول دلوقتي ده ايه؟ دي قاره افريقيا ودي قاره اوروبا، ده البحر المتوسط بنسمي ده الشاطئ الافريقي وده الشاطئ الاوروبي. في قرصنه متبادله بين الشواطئ دي. يعني ايه قرصنه متبادله؟ يعني دول اوروبا بتسرق سفن دول افريقيا اللي بتطلع على البحر والعكس، فبنسميها قرصنه متبادله. يعني من ايه؟ من الطرفين. ايه اللي حصل؟ قال لك فرنسا استغلت اعمال القرصنه المتبادله بين سفن الجزائر وسفن بابا روما. ادي روما اللي هي ايطاليا، قالوا ان الجزائر سرقت سفن البابا، فاصدرت فرنسا اوامرها للاسطول الفرنسي وحصار شواطئ الجزائر على مدى سنتين. ازاي؟ من اخر 1827 لاول 1830. طب تمام، فرنسا الوقت ايه دخلها بالموضوع؟ ايه دخل فرنسا بايطاليا؟ طبعا اولا هو ده نظام تلكيك وحجه، ونقدر نقول ان ايطاليا في الفتره دي كانت شبه طبعا تابعه لمين؟ لفرنسا بعد حروب الثوره الفرنسيه. المهم قدموا الانذار، نركز بقى كده في الانذار. لما اجي اقول الانذار الفرنسي للجزائر، خلي بالك من الانذار عشان نحط عليه اسئله كتيره. الانذار بيقول ايه؟ اول حاجه، واحد، اعاده سفن البابا، ترجعوا سفن البابا وتعوضوه. اتنين، التوقف عن القرصنه. يعني ايه توقف عن القرصنه؟ يعني المغرب الجزائر تتسرق وما تسرقش اي حد. رقم ثلاثه، الاعتراف. الاعتراف لمين؟ لفرنسا بحق الرعايا الاوائل في الجزائر. يعني هندي المواطنين الفرنسيين اللي هيروحوا فين؟ الجزائر، حق المواطنه من الدرجه الاولى ونعاملهم كاصحاب البلد. وبالمره يا ريت التنازل عن الديون. ركز بقى كده، ده انذار مهم جدا. شوفوا مع بعض تاني كده، اعاده سفن الايه؟ البابا، التوقف عن القرصنه، الاعتراف بحق الرعايا الاوائل لفرنسا في الجزائر، التنازل عن مين؟ عن الديون. ده الانذار اللي وجهته فرنسا لمين؟ للجزائر.
طب لما نيجي نشوف عندي الرد بقى، رد الجزائر ايه؟ ده بنسميه بقى ايه؟ السبب المباشر، السبب المباشر للضرب. واحد، رفض الضاي الجزائري. طبعا كانت الجزائر بتخضع لحكم اسره الضيات، رفض الضاي الجزائري الامر اللي ادى الى اصدار فرنسا اوامرها للاسطول الذي يحاصر الجزائر بضرب فرنسا للجزائر. طب لما اتضربت الجزائر قال لك مكافحه الضاي الجزائري، ولكن على مدى سنتين ادى ذلك للاستسلام. استسلام مين؟ استسلام الجزائر. واحتلال مين؟ واحتلال فرنسا لها. في بقى موقف غريب هنا، الجزائر دي ولايه ايه؟ عثمانيه. طب موقف الدوله العثمانيه كان ايه؟ لم تتحرك. السلطان العثماني ما اتحركش ولا عمل اي موقف خالص تجاه الجزائر. تبقى رفض الضي الجزائري ضرب فرنسا، او اصدرت اوامرها للاسطول الذي يحاصر الجزائر ضرب فرنسا للجزائر واحتلالها، ولم تتحرك الدوله العثمانيه. طيب انا عايز احط هنا اسئله على هذا الانذار. ازاي؟ لما اجي اقول مثلا على سبيل المثال، قارن، نركز بقى ونكتب كلنا مع بعض كده، قارن بين ايه؟ الانذار الانجليزي لمصر 1882 والانذار الفرنسي للجزائر 1827 موضحا الاسباب وموضحا النتائج. تاني كده معايا، الانذار الانجليزي لمصر 82 وجهته انجلترا لاحمد عرابي، او قائد الاسطول الانجليزي وجهه لاحمد عرابي بعدم تجديد المدفعية او حصون الاسكندرية، فاتجه عرابي الى الخديوي لم يبدأ اعتراض والسلطان لم يحرك ساكنا، ثم قامت انجلترا بعد مؤتمر الاستانة بضرب مصر واحتلالها ولم تتدخل الدولة العثمانية. طيب الانذار الفرنسي لسه قايلينه من شوية، وجهته فرنسا للجزائر بحجة اعتداء او القرصنة بين سفن البابا وسفن الجزائر، وطلبوا منهم ايه يا استاذ؟ اعادة سفن البابا والتعويض ووقف القرصنة الى ايه اخره. طب ايه النتيجة؟ رفض الجزائر واعلان الحرب عليها، الامر الذي ادى الى استسلام الجزائر واحتلال فرنسا لها ولم تتدخل برضو الدولة الايه العثمانية. معانا عزة من الدقهلية، هناخدها ونرجع لكم تاني. السلام عليكم يا عزة. السلام عليكم، ازي حضرتك؟ الله يخليك يا عزة، عاملة ايه؟ الحمد لله. الحمد لله، اتفضلي. بعد اذنك في سؤال. اتفضلي يا عزة. دور المدرسة في المجتمع. ايه؟ دور المدرسة في المجتمع. دور المدرسة في المجتمع ده كان سؤال عندنا في 2014 امتحانات الثانوية العامة، صح؟ اه. دور المدرسة في المجتمع تقضي على محو الأمية، دي أول حاجة. تعمل على تعليم وتثقيف أبناء المجتمع. تعمل المدرسة على ربط خريجيها بسوق الايه العمل. تعمل على زيادة الوعي والنشاط القومي والثقافة والاقتصادي في البلاد. السؤال هنا مفتوح يا عزة، انا ما عنديش مدارس، ده السؤال ده كان ايه؟ وضح من وجهة نظرك او رأيك، صح؟ اه. تمام، بتتكلمي في صورة ما رأيك عن المدرسة اللي انا قلته ده يا عزة. حاجة تانية؟ اه، في سؤال تاني. اتفضلي. بما تفسر ارتقى مستوى الوظائف العامة في عهد اسماعيل؟ السؤال ده مهم قوي يا عزة. بما تفسر ده جه 2013 تقريبا في الامتحان. 2014. بما تفسر ارتقاء مستوى الوظائف العامة في عهد اسماعيل، تمام؟ اه. طب انت عارفة اجابته يا عزة ولا مش عارفاها؟ هو عشان هو اهتم بالتعليم واقامة المدارس وعمل المدارس على نظام الاوروبيين. طيب بص يا عزة، هنقول نظرا لتطور المناخ الثقافي والتعليمي، ركز معايا كده، تطور المناخ الايه والايه؟ الثقافه والتعليم. الحاجه الثانيه، ده اللي قاله كده في النص عندي في ارتقاء الوظائف، تولاها مين اللي تولاها؟ خريج المدارس واعضاء البعثات والمعاهد التعليميه. يعني اي حد بيتوظف ولا في شروط دلوقتي؟ لا، في شروط. ان هو لازم يكون متخرج من مدرسه او عضو في بعثه او معهد ايه؟ تعليمي. فاهمه كده معايا؟ اه. علاوه على ايه برضو كمان؟ نقدر نقول نظرا لايه؟ لزيادة المدارس الأجنبية منذ عهد عباس. هو التعليم بتاع محمد علي بعد إلغاء الاعتقال، المدارس قفلت ولا فتحت؟ قفلت. حلو قوي. طب نظرا لإغلاق المدارس والبعثات وقفت والديوان اتلغى، في ناس عايزة تعلم ولادها، فدخلت البعثات التبشيرية الأجنبية، صح؟ اه. ففي هنا عندي نشاط في زياده المدارس الاجنبيه. هم خريج المدارس الاجنبيه هيتوظفوا ولا مش هيتوظفوا؟ هيتوظفوا. اذا عندي هنا موظفين
يعتبر متخرجين من مدارس اجنبيه، فده ادى لارتقاء مستوى الايه؟ التعليم، الوظيفه، مستوى الوظيفه. نقدر نقول رقم 3-4 برضو، انشاء الجمعيه الخيريه الاسلاميه العديد من المدارس الخاصه. يعني عدد المدارس زاد ولا قل؟ ها زاد ولا قل يا عزه؟ زاد. الناس دي كلها هتتخرج، هتشتغل ولا مش هتشتغل؟ تشتغل. السؤال ده مهم قوي يا عزه. ارتقاء مستوى الوظائف العامة بنقول نظرا لتطور المناخ الثقافي والتعليمي في هذه الفترة، تولاها خريجي المدارس والبعثات والمعاهد، زيادة المدارس الأجنبية منذ عباس، إنشاء الجمعية الخيرية العديد من الإيه من المدارس. اتفضلي يا عزة، في حاجة تانية؟ شكرا تحت أمرك يا عزة، اتفضلي. طيب احنا قلنا يا أولاد عندي السؤال الأولاني اللي أنا سألته، قارن بين الإنذار الإنجليزي لمصر 1882 والإنذار الفرنسي للجزائر 1827. طب ما هو ممكن نقول تاني برضو، احنا هنثبت عندي إيه؟ هنثبت عندي انذار فرنسا للجزائر في الاسئله اللي انا هقولها دي 1827. انت قلت لنا عندي يا استاذ ده صوره ايه؟ مقارنه. احنا قلنا عندي اول سؤال هيجي مقارنه، ده لو قلنا ايه؟ قارن بين. وانا هربط موضوع الحلقه بقى انذار فرنسا للجزائر 27 زي ما قلت في السؤال اللي فات، انذار انجلترا لمصر 1882. في تاني؟ اه. انذار انجلترا لسعد زغلول. طب احنا حللنا السؤال ده وعرفنا انذار انجلترا لسعد زغلول بعد مقتل السير لستاك، دفع نص مليون جنيه غرامه وسحب الجيش والضرب والتهديد باحتلال الجمارك، قدم سعد الاستقاله ولم يتحرك الايه؟ الملك، واستغل الملك كمان الصدام بين الايه؟ الوفد والانجليز، يعني الملك مبسوط زي الدوله العثمانيه. طيب عندنا برضو لما اجي اقول عندي في انذار تاني بس هنسميه اسم تاني، منشور نابليون لمصر 1798. طب ما هو منشور نابليون برضه نفس الكلام، ما هي فرنسا وجهت انذار للجزائر، نابليون وجه انذار في صوره منشور، انا هعمل لكم كذا وكذا واللي هيخالف هايه؟ ههدم القرى والمدن، والدليل انه ضرب ايه؟ الاسكندريه. تبقى عندي هنا ممكن يقول لي قارن بين منظور انذار فرنسا للجزائر مع انذار انجلترا لمصر، فرنسا للجزائر مع انجلترا لسعد، فرنسا للجزائر مع انذار او منشور نابليون لمين؟ لسعد للشعب المصري 1798. معانا تليفون، السلام عليكم. السلام عليكم، ازي حضرتك يا مستر؟ الله يخليكي. مستر بس معلش انا هو بس اللي حضرتك بتتكلم فيه اللي هو انذار انجلترا لمصر سنه 82. اه. السؤال بيقول لما تفسر لم يحرك السلطان ساكنا اتجاه الانذار الانجليزي. لم يحرك السلطان ساكنا، ده سؤال فسر. ايوه حضرتك كنت بتقولنا قبل كده بس ما قلتش الاجابه يعني. تمام يعني احنا قلنا هنا ان السلطان العثماني لما عرابي راح له قال له ده انجلترا بتهددني بعدم تجديد الاسكندريه صح؟ ولم يحرك السلطان ساكنا. ليه السلطان ما اتحركش يعني وساعد مين وعرابي ضد انجلترا صح؟ طب ليه؟ مش عارفه. ما وصلتيش فيه لحاجه خالص؟ لا. انا عايز اعرف عرابي بيمثل ايه دلوقتي عندي؟ في الفترة اللي انت بتتكلمي فيها دي، وطي التلفزيون بس شوية واسمعيني. عرابي بيمثل ايه في الفترة اللي احنا بنتكلم فيها دي؟ زعيم الحركة الايه؟ زعيم الحركة العربية. الحركة العربية او الحركة الوطنية. تمام كده، ضد التدخل الاجنبي وسياسة رياض، وممكن نقول السلطان نفسه صح؟ معايا؟ ايوه مستر ايوه. تمام، يعني عرابي بيمثل الشعب المصري والحركة الوطنية. في طرق قديم بين الشعب المصري والسلطان ولا مفيش؟ اه في. ايه الطرق ده؟ من الشعب المصري السلطان. اه في حاجه مزعله السلطان من الشعب المصري، ايه هي؟ فاكره انت لما قلنا ايه؟ قامت الزعامه الشعبيه ممثله في السيد عمر مكرم بعزل خورشيد وتعيين محمد علي بدون علم السلطان؟ ايوه. وفاكره لما قلنا خورشيد تمسك بحقه في الولايه وتصدى ليه عمر مكرم نيابه عن محمد علي؟ فاضطر السلطان هنا بقى بمزاجه ولا غصب عنه؟ لا غصب عنه. الى اصدار فرمان بعزل خورشيد وتعيين مين؟ محمد علي. حلو قوي، جه محمد علي. طب هنا خضع السلطان للاراضي الشعبيه في مصر اهو ولا ما خضعش؟ ايوه لا خضع. كنت قلتها انا للاستاذ محمود قبل كده اكتر من مره خضوع. طب 1806 لما انجلترا قالت للسلطان شيل وديه سالونيك، السلطان قدر ولا الشعب اتدخل؟ لا الشعب اتدخل. الشعب اتدخل هنا وطلب من السلطان تثبيت محمد علي، وده حصل بالفعل. طب محمد علي في الاخر ضرب السلطان ولا ما ضربوش؟ ضربه. حلو قوي، تبقى الشعب المصري هنا فرض على ايه؟ على السلطان العثماني محمد ايه؟ علي، رغما عن انف السلطان العثماني. فالسلطان زعلان ولا مبسوط؟ زعلان. لما تيجي الحركه الوطنيه تعيد نفسها تاني واحمد عرابي يطلب مساعده السلطان، هل السلطان هيستجيب للشعب المصري؟
لا طبعا. طب انا هتكلم هنا عن عزل وتعيين خورشة باشا، السؤال بعيد شوية معلش. ماشي يا مستر، بس معلش يا مستر انا يعني كان نفسي يعني يبقى ساعتين بس في الاسبوع يعني. والله احنا بنعمل اللي في اقصى وسعنا، والاستاذ محمود يعني بقى سايبني لوحدي دلوقتي بقى معلش. ايوه والفترة بقت ضيقة فعلا، والوقت اللي جاي قليل، بس احنا هنطلب منهم النهارده ان شاء الله ساعتين، وانتي برضه اديكي اتكلمتي وناس كتير بتتكلم على ساعتين، ربنا ييسر ان شاء الله. اذا قدر بامكاننا ان شاء الله ساعتين ويحضر معانا الاستاذ محمود ان شاء الله ربنا ييسر. حاجه تانية؟ معلش يا مستر، شكرا، انا عارفه ان حضرتكم بتتعبوا معانا يعني، لا شكرا تحت يا امرك مستر. يا بنت، تحت امرك، ماشي يا مستر، مع مع السلامه. الف سلامه. طبعا شفنا دلوقتي عندي هنا تم الاحتلال الانجليزي المصري، اتكلمنا عن كل الانذارات دي، نخلي بالنا، الله يخليكم، نخلي بالنا لان دي حاجات طبعا ايه مرتبطه ببعضيها او فيها تشابه. احنا كنا مع انتظار النهارده مستشار التاريخ الاستاذ محمود، بس للاسف بقى ما جاش النهارده، هو الراجل بيوعدنا بقى وظروفه غصب عنه. لما نيجي نتكلم بعد كده على السياسه الفرنسيه، السياسه الفرنسيه في الجزائر، قول لي فرنسا عملت ايه في الجزائر اول ما دخلت؟ ركز بقى، كلام بسيط وخفيف ما فيهوش اي مشكله خالص، بس عليه اسئله. اول سؤال عندي بنقول مصادره الاراضي ومنح الضياع للفرنسيين. اتنين، الشركات الكبرى بتاعتهم استولت على الارض لزراعة الكروم لانتاج الخمور، استغلوا المناجم الموجودة النحاس والحديد والرصاص والفوسفات والزنك، اقاموا المصانع ومدوا خطوط السكة الحديد. تمام، نخلي بالنا كده، انا شغال في السياسة. واربعة، خمسة، هنقول واحد تاني، عملوا ايه؟ شجعت مين بقى اللي شجعت؟ شجعت فرنسا الهجرة ليس فقط الفرنسية ولكن الأوروبيين واليهود، ومنحتهم الجنسية الفرنسية تشجيعا لهم على البقاء والاستثمار. اتنين، مصادرة الأراضي لصالح المواطنين الجدد. ثلاثة، معاملة الجزائريين كمواطنين من الدرجة الثانية. معانا اسلام من الشرقية، هناخد تليفون اسلام ونرجع لكم مرة تانية في السياسة عشان دي مهمة. السلام عليكم يا اسلام. السلام عليكم. عامل ايه؟ الحمد لله. الحمد لله، اتفضل يا اسلام. عندي سؤال. اتفضل. دلل على صحة العبارة، اهتم محمد علي بالمدارس في مصر. تاني كده، دلل على صحة العبارة ايه؟ اهتم محمد علي بالمدارس في مصر. اهتم محمد علي، دلل على صحة العبارة، اهتم محمد علي ببناء المدارس، هو اهتم محمد علي بالتعليم. تمام كده؟ ماشي. محمد علي اهتم بالتعليم ليه يا اسلام؟ لخدمة الاحتكار الاقتصادي، خلي بالك كده، خدمة نظام الاحتكار الاقتصادي، خدمة المجهود الحربي، خدمة او التوسعات والحروب، بناء القوة الذاتية. ركز معايا كده، هو لما اقول محمد علي اهتم بالتعليم عشان يخدم الاحتكار، هو مش عمل الاحتكار ده في الزراعه والصناعه والتجاره؟ طب هيعمل مدارس فنيه، زراعه وصناعه ومساحه ومحاسبه، هتخدم الاقتصاد ولا مش هتخدمه؟ هتخدمه. لما اقول عمل مجهود حربي، محمد علي عايز ضباط للجيش وضباط للاسطول، صح؟ صح. وعايز مهندسين لبناء مصانع الاسلحه والذخيره والترسانات للسفن، فعايز يعمل مجهود حربي فيهتم بالتعليم. صح. محمد علي هيعمل توسعات في السودان والحجاز والشام زي ما احنا خدنا، صح؟ محمد علي محتاج ناس دارسه سياسه وقانون عشان تقدر تساعده في اداره هذه التوسعات، مش احنا قلنا بعثه من طلاب الازهر لانجلترا وفرنسا لدراسه السياسه والقانون؟ عشان لا لا لا، دي حاجه ثانيه. بعثه من طلاب الازهر لانجلترا وفرنسا لدراسه السياسه والقانون غير رفاعي الطهطاوي عشان تساعده في التوسعات بتاعته. مجمل كل ده عندي بيعمل ايه يا اسلام؟ بيبني القوه الذاتيه، اوكي؟ ماشي. حبيبي يا اسلام، في حاجه ثانيه؟ عندي سؤال بس. اتفضل. هو هل في فرق بين فسر ودلل؟ ايوه يا ابني، ده فسر ده السبب، دلل ده عايز الاثبات او النتيجه. انت معايا كده؟ ماشي. انت فاهم ازاي؟ تفسير ده حاجه والاثبات حاجه، يعني على سبيل المثال انت قلت من السؤال من شويه محمد علي اهتم بالتعليم، صح؟ محمد علي اهتم بالتعليم. فسر اللي احنا قلناه، خلاص؟ ماشي. الاسباب. دلل، لسه هنقول بقى، محمد علي اهتم بانشاء المدارس وارسال البعثات، صح؟ ماشي. تبقى الاثبات انه عمل مدارس وارسل ايه؟ بعثات. معايا يا اسلام؟ بعثات لاوروبا واي مدارس. عمل مدارس متنوعه، مهندس خانه، لخدمه الاهداف اللي انا قلت ايه؟ عليها. ماشي.
وارسل بعثات الى انجلترا وفرنسا وايطاليا نفس الكلام مرتبطه ببناء الاصلاحي، صح كده؟ ماشي. طب التفسير عايز ايه؟ سبب، والاثبات عايز ايه؟ نتيجه. خلاص؟ ماشي. حاجه ثانيه يا اسلام؟ لا شكرا. تحت امرك. شكرا. بعد كده قلنا يا اولاد عند السياسه الفرنسيه فين؟ في الجزائر. بص في السياسه الفرنسيه في الجزائر كده، اول حاجه عندي بنقول صدر الاراضي الجزائريه ومنحها للفرنسيين. الشركات خدت الارض لزراعه الكروم لانتاج الخمور، استغلوا المناجم كلها، عملوا مصانع وسك حديد. الحته الاولى دي ممكن نسميها استعمار استغلالي، استغلوا ايه؟ الجزائر. طب خلي بالك من الثانيه، شجعت فرنسا الهجره، ليس الفرنسيين فقط، لا ده شجعت الهجره الاوروبيه واليهود، يعني ناس من بره فرنسا، واللي يخش الجزائر يديله الجنسيه الايه؟ الفرنسيه، تشجيعا له على البقاء والاستثمار عشان يقعدوا ما يمشوش. لو مش كده وبس، وصدرت الاراضي لصالح المواطنين الجدد اللي هم غير فرنسيين. طب وبعديها معامله الجزائريين كمواطنين من الدرجه الكام؟ الثانيه. الحته اللي تحت دي بنسميها استعمار استيطاني. خلي بالك كويس قوي، يعني هنا احنا قسمنا السياسه الفرنسيه في الجزائر نصين، النص الاول استغلالي، النص الثاني ايه؟ استيطاني. ودي فيها اسئله كتيره جدا بتيجي، يقول لك وضح السياسه الاستيطانيه التي مارستها فرنسا في الجزائر. تمام، الهجره ومصادره الاراضي. طب لما اجي اقول لك ما هي اجراءات فرنسا تجاه المستوطنين الجدد غير الفرنسيين، ايه اجراءات فرنسا؟ ايه موقف فرنسا من المواطنين الجدد الغير فرنسيين؟ منحتهم الجنسيه الفرنسيه تشجيعا لهم على البقاء والاستثمار. اتنين، مصادره الاراضي من الجزائريين ومنحها للمواطنين الجدد، ده اجراء عندي تاني اهو. عامله الجزائريين مواطنين من الدرجه الكام؟ التانيه، ليس لهم اي حق في هذه الدوله. كل السؤال ده على بعضه لما اجي اقول هي ايه السياسه الفرنسيه، او وضح كانت الجزائر موردا هاما للخزينه الفرنسيه، او اجراءات فرنسا لاحتلال لاستغلال الجزائر. معانا عمر، سلام عليك يا عمر. السلام عليكم. ازيك عامل ايه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله، اتفضل يا عمر. بقول لك والله هو دلوقتي هو في نفس السؤال، انا كان عندي سؤال بس. وطي التلفزيون، انا مش سامعك خالص، وطي التلفزيون شويه. وطيته. اتفضل. بقول لحضرتك كان عندي سؤال دلوقتي هو. نعم. وطيته والله. طب ماشي، وطي التلفزيون بس كده، وابعد شويه عن التلفزيون وكلمني. اهو بص اهو سامعك كده، اتفضل يا عمر. تمام. هو مش دلوقتي هو انا بس عندي سؤال بس، هو في ايه؟ لا 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 مش سامعك، يعني مش سامعك، مش سامعك، مش سامعك، وطي التلفزيون خلاص تقفله. قفلته. ماشي اتفضل. انا كان عندي سؤال، هو بيقول هو عندي بما تفصل لم يكن يعني لم يستطع نابليون افتتاح مدينه عسكا. لم يستطع نابليون فتح عكا. حاجه ثانيه؟ لا ده. طب ليه ما فتحش عكا نابليون؟ بنقول ايه؟ واحد، قوة حاكمها احمد باشا الجزار مع استبسال اهلها في الدفاع عنها. ايوه انت معايا كده؟ أيوة. وفي حاجة تانية، مساعدة الاسطول الانجليزي العكا من البحر. ايوه مساعدة الاسطول الانجليزي العكا منين؟ من البحر. لما تفتح بس هشوف هرسمها لك اهو، ادي عكا هنا ميناء على البحر اهو، انجلترا جت هنا من بره، نابليون ضرب حصار حوالين عكا، جت انجلترا وساعدت عكا من البحر، ادى ذلك الى فشل حمله نابليون على الشام، او فشل حمله نابليون فين؟ في عكا. طيب خلصنا هنا السياسه الفرنسيه فين؟ في الجزائر. هنتكلم بقى بعد كده على حاجه اسمها الكفاح في النصف الاول من القرن ال 19. طبعا الاحتلال تم عندك سنه 1800 وكام؟ و30. النص الاول من القرن ال 19 يبدا من 1801 ل 1850. طيب الكفاح هنا عندنا مين؟ بنقول يا استاذ الكفاح كان بقياده مين؟ الشخصيه اللي ظهرت الاولى، الامير عبد القادر الجزائري. الامير عبد القادر الجزائري، عمل ايه عبد القادر الجزائري؟ قال لك بدا الكفاح، ركز كده، بدا بعد عدة سنوات. خلي بالك من دي، بدأ بعد عدة سنوات، يعني مش مباشرة بمجرد ما دخلت فرنسا بدأ يقاومها. اتخذ من مدينة بسكرة عاصمة لحكمه. تمام، مدينة بسكرة عاصمة لإيه؟ لكفاحه.
فرنسا عايزه تنظم صفوفها، فعملت ايه؟ معاهده دي ميشيل 34 مع الامير، واقروه حاكم على غرب وسط فرنسا. ثم نقضوها الفرنسيين اللي نقضوها بضرب مين؟ الامير، وفشلهم. فراحت فرنسا عامله مع الامير اتفاقيه التفنه 1835 برضو، ونقضوها الفرنسيين احتلال 37 قسنطينه. معلش معايا اسلام، هاخده تاني ونرجع لكم في الفقره دي. السلام عليكم يا اسلام. لا عمر. ازيك يا عمر؟ الحمد لله. خلاص عرفت السؤال كده؟ عرفت السؤال. مساعدة انجلترا العكة استبسال حاكمها وشعبها في الدفاع عنها. ايوه. طب بص، هو دلوقتي انا كنت عايز بس سؤال، هو او انا يعني ايه؟ لو هبدا بس اذاكر بس من دلوقتي، لو اول يوم لسه بدري خالص. بس بعد هراجع يعني؟ هتلحق تراجع وتقفل وتجيب 60 من 60، بس ابدا انت بس الاول. هي النية موجودة ولا لسه؟ لا موجودة الحمد لله. طب ما دام النية موجودة انت مستني ايه؟ بتسألني ليه؟ يعني انت لو سألت اي حد دلوقتي تقول له هذاكر يقول لك ما تذاكرش؟ بس ما بقول لاي حد يعني، كل الناس دي انت مش هتلحق والوقت. مين اللي قال لك مش هتلحق؟ اللي قال لك ده غلطان. انت فاهم يا ابني ازاي؟ ده في ناس ذاكرت اول السنه من شهر 8 زهقوا دلوقتي بطلوا يذاكروا، انت احسن منهم. ذاكر من دلوقت. ايوه. خلاص فاهم؟ فاهم. ما تسمعش كلام اي حد، مالكش دعوه بزمايلك. ايوه. سيبك من زمايلك، والله يا ابني لو ذاكرت وركزت معانا في الحلقات دي هتقفل وتجيب 60 ان شاء الله، بس النية بقى موجوده وانت ما بتنفذش. ايوه. هي في حاجه من المنهج ملغيه ولا المنهج في حاجه؟ مفيش حاجه في المنهج ملغيه، لسه مكلم الاستاذ محمود انا الاسبوع اللي فات قال لي ولا حرف ملغي، مفيش حاجه ملغيه خالص. وحرب اكتوبر دي ملغيه؟ يا باشا حرب اكتوبر دي قراءه، ما مكتوب عندك في كتاب المدرسه قراءه فقط. ايوه. دي قراءه. الامتحان؟ لا خلاص، اي حاجه قراءه او معلومه اسرائيليه ملهاش علاقه بالامتحان. ايوه. ماشي الحال؟ ماشي الحال. ذاكر بقى يا عم عمر بقى، ما تقعدش تلعب بقى وتقول زميلي قال لي وصاحبي قال لي والاستاذ قال لي، ذاكر. ومالكش دعوه باي حد، لو المدرس قالك مش هتنفع ولو ما ذاكرت الوقت ما هتحصل، لا هتحصل وهتنجح وتجيب، بس لو ذاكرت. ماشي. ماشي يا حبيبي، اي اوامر؟ لا شكرا. حبيبي عمر مع السلامه. نشوف مع بعض تاني كده معايا دور الامير عبد القادر الايه الجزائري. كفاح في النص الاول من القرن الكام 19، نركز مع بعض كده. بدا بعد عده سنوات، دي مهمه، عده سنوات، لان في ناس مثلا لو لاقي ايه عمل عبد القادر على التصدي لفرنسا مباشره تقول لي غلط، بعد عده سنوات بدا يضرب. اتخذ مدينة بسقرة عاصمة الحكم، وتمام. فرنسا عايزة تنظم نفسها، عقدت مع اتفاقية دي ميشيل 34، احكم انت الوسط والغرب. فين بقى الوسط والغرب؟ بص معايا على الخريطة كده، ادي الجزائر اهي، ادوله منطقة الوسط والغرب، المنطقة دي مهم قوي ان انا اعرف الوسط والغرب ده. تبقى فرنسا طبقا لاتفاقية دي ميشيل منحت عبد القادر ان يحكم ايه؟ وسط وغرب الجزائر. ولكن فرنسا عملت المعاهدة لتنظيم صفوفها ثم ضرب الامير وفشلوا، راحت موقعة اتفاقية تانية اسمها التفنة 835 مع عبد القادر، ونقضها الفرنسيين برضو لما احتلوا قسنطينة. قسنطينة اهي قدامك اهي، وشوفها في الكتاب اسمها قسنطينة مش القسطنطينية. طب لو سألني عن ظروف دي ميشيل، ايه ظروف دي ميشيل؟ كل اللي فوقيها ظروف. طب ايه نتائج دي ميشيل؟ كل اللي بعديها نتائج صعبه دي. طب سالنا عن اتفاقيه التفنه، ايه ظروفها؟ اللي فوقها ظروف، اللي تحتها ايه؟ نتائج. المشكله بقى في الخداع البصري. لما اجي اقول لك على سبيل المثال ايه؟ طبعا سيبك من موضوع الحفظ والتلقين والترديد ده. لما اقول لك نقض الفرنسيين اتفاقيه التفنه مع الجزائر 1837 باحتلال بسقره القسطنطينيه، قسنطينه، وهران. بنلاقي الطلبه كلها مختاره القسطنطينيه، على اعتقاد ان عينيك دايما متعوده على القسطنطينيه من زمان. لا، دي مش اسمها القسطنطينيه، اسمها قسنطينه. اسمها ايه؟ قسنطينه. فنخلي بالنا، ده الكفاح في النص الاول. طب انا عايز اعرف حاجه، لما نقول هنا سقوط الامير، الراجل ده سقط ليه بقى؟ ايه اللي سقط الامير عبد القادر الجزائري في كفاحه ضد مين؟ الفرنسيين. قال لك فرنسا عملت على وقف دعم سلطان المغرب. فرنسا وقفت دعم سلطان مين؟ المغرب. فين المغرب؟ بص معايا كده، ادي الجزائر، ادي المغرب اهي جنب الجزائر. الامير عبد القادر يضرب ويدخل يستخبى فين؟ في الارض المغربيه، فضلا عن الدعم المغربي والسلاح اللي بيدخله. طب تعمل ايه فرنسا؟
لقيت ان المغرب هنا هي السر في صمود الامير عبد القادر. راح خارج الاسطول الفرنسي كده وراح جاي فين؟ على ميناء طنجة في البحر، وراح ضارب الميناء هده. يعني فرنسا ما دخلتش وراه، ما تقدرش. المغرب دولة مستقلة ولا تتبع الدولة العثمانية، وتتحكم في مضيق جبل طارق. طبعا لو حصل ان فرنسا دخلت المغرب بدون علم انجلترا، الموضوع ما هيش هيعدي على خير. انما فرنسا ضربت من بره، ضربت المغرب اهو قصف طنجة. تبقى تاني كده استمرار دعم سلطان المغرب لعبد القادر سببا في صمود المقاومة، فعمدت فرنسا على اخراج المغرب بقصف ميناء طنجة. اتعورت المغرب دلوقتي. طب المغرب تعمل ايه؟ بنقول اهو، انت قلت عملت فرنسا على وقف دعم سلطان المغرب للامير من خلال قصف ميناء طنجة المغربي، مما ادى الى ايه؟ حرمان الامير من الدعم المغربي، فضلا عن تفوق السلاح الفرنسي، مما ادى الى استسلام الامير عبد القادر الجزائري 847 ونفيه للشام. الرجل استسلم واتنفى لفين؟ للشام. وما لبس ان قامت عدة ثورات، يعني بعد نفيه شوية ثورات قامت فرنسا باخمادها. نخلي بالنا من النقطة الاخيرة دي كده. انت قلت هنا تاني دعم سلطان المغرب وقف. طب لما وقف حرم الامير من الدعم واستخدام الارض المغربية والمراكشية، تفوق السلاح الفرنسي عن السلاح الجزائري، استسلم الامير 47 وتم نفيه للشام، شوية ثورات صغيرة كده قامت، وبعدين ايه نجحت فرنسا فين؟ في اخمادها. يعني لما اقول لك هنا مثلا انتهت المقاومة نهائيا بنفي الامير عبد القادر واستسلامه 1847، تقول لا غلط، ما انتهتش نهائيا، لان بيقول قامت عدة ثورات نجحت فرنسا في اخمادها. جميل قوي. طب ننقل كده ونقول عندي ايه؟ الكفاح في النصف الثاني من القرن، النصف الاول من القرن العشرين. طيب معانا محمد، هناخد تليفون محمد ونرجع لكم تاني. السلام عليكم يا محمد. السلام عليكم يا محمد. الو، ايوه محمد، على صوتك محمد. اتفضل. ازاي حضرتك يا مستر؟ ازيك يا ابو حميد، عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله تمام. اتفضل يا محمد. نصيحتك، كان عندي سؤال. اتفضل. ما رايك في توسعات محمد علي في افريقيا في عهد اسماعيل؟ ما رايك في التوسعات في افريقيا في عهد اسماعيل؟ ايوه كده اظبط السؤال. ما رايك في توسعات في افريقيا في عصر اسماعيل؟ مش هو ده السؤال يا محمد؟ انت قفلت. طب اسمعني بقى، لما اقول لك ايه رايك في توسعات اسماعيل في افريقيا، تقول يا استاذ ارى ان هذه التوسعات كانت ايه؟ في غير صالح مصر. معايا يا محمد؟ انت مش سامعني ولا ايه؟ طيب لو سامعني بنقول رايك التوسعات دي في افريقيا في عهد اسماعيل كانت في غير صالح مصر. ليه؟ لان التوسعات دي ادت يا محمد في النهايه الى غضب الدول الاوروبيه من مصر، واختلاق موضوع ايه بقى؟ الازمه الماليه. عملوا الاسماعيل ازمه ماليه، الامر الذي انتهى بالتدخل الاجنبي ثم الاحتلال الانجليزي لمصر. تبقى هنا التوسعات دي ما كانتش في صالحنا يا ابو حميد. في حاجه تانية يا محمد معايا؟ نشوف مع بعض يا اولاد. الكفاح في النصف الاول من القرن الكام؟ العشرين. يبدا من كام النصف الاول؟ من 1901 ل 1950. طيب اول حاجه عندنا بنقول ايه؟ واحد الامير، مين بقى؟ خالد ابن الامير عبد القادر، ده اول واحد اهو هيكافح. اتنين عندي جماعه العلماء، جماعه علماء الجزائر. عندي ثلاثه جماعه الاندماج. بعد الاندماج عندي اربعه نجمه شمال افريقيا. اربع صور عندي من صور الكفاح في النص الاول من القرن الكام؟ العشرين. عبد القادر حاول يستفيد من مين؟ من مبادئ ويلسون، لو فاكرين ويلسون. مبادئ ويلسون ال14 اللي من ضمنها حق الشعوب في تقرير المصير، زي سعد زغلول راح مؤتمر الصلح، ويلسون كان قال كم مبدا ويلسون ال14، مش معناها مبادئ، مش معناها رقمه، لا، ده ويلسون ده رئيس امريكا قال 14 مبدا اللي من ضمنهم حق الشعوب في تقرير المصير وانشاء عصبه الامم. ايه اللي حصل؟
راح خالد زي ما راح سعد زغلول وتونس يستفيدوا من ويلسون في مؤتمر الصلح، ولكنهم فشلوا، الكل فشل. طب جماعة العلماء تعمل على الحفاظ على الشخصية العربية الإسلامية من السياسة الاستيطانية الفرنسية. مش انت قلت فرنسا عملت استيطان وبتعلم الناس لغة فرنسية وميول أوروبية وبعد عن تعليم الإسلام؟ فظهرت جماعة العلماء تعلم الناس لغة عربية ودين إسلامي للحفاظ على الشخصية العربية من السياسة الاستيطانية الفرنسية. طب جماعة الاندماج دي بقى قصة تانية. مين الاندماج دول؟ قالك الناس دي مثقفين. مثقفين ايه؟ جزائريين. يعني عرب ولا مش عرب؟ عرب، بس تعلموا تعليم ايه؟ تعليم فرنسي. الناس دي يا استاذ دعوا للاندماج. دعوا للايه؟ للاندماج مع مين؟ مع فرنسا. حلو قوي. هذا ما كان يرجوه الفرنسيين، ولكن فرنسا طلبت ان يعاملوا كمواطنين من الدرجة التانية. مواطنين من الدرجة الكام؟ التانية، سواء في الوطن الام او في الجزائر. نجم شمال افريقيا طبعا من دعاة الاندماج اسمه عباس فرحات. نجم شمال افريقيا طيار يدعو للاستقلال بزعامة مصالي الحاج. واحدة واحدة بقى كده معايا الله يخليكم. لو جيت سألتك السؤال الكبير، الكفاح في النص الاول من القرن العشرين، هتيجي قال الكلام ده خالد والعلماء والاندماج والنجم كتعريفات. في سؤال يتحط لي هنا مهم قوي، ما النتائج المترتبة على السياسة الاستيطانية الثقافية الفرنسية التي مارستها في الجزائر؟ نتيجة الاستيطان وزرع الثقافة الفرنسية ظهروا العلماء المسلمين عشان يحافظوا على الشخصية العربية الإسلامية. في ناس تاني استجابت زي جماعة الاندماج، مثقفين جزائريين يعني عرب، بس دعوا للاندماج مع فرنسا، وهذا ما يرجوه الفرنسيين، بس فرنسا هتكون في شرط تعاملوا كمواطنين من الدرجة الكام؟ التانية، في الوطن الأم اللي هو فرنسا والجزائر المستعمرة. من دعاة الاندماج عباس فرحات. طبعا نجم الشمال طيار يدعو للاستقلال بزعامة مصالح الحاج، الاسم مهم. أسأل هنا سؤال، لو حد فيكم سامعني، هل في تشابه بين جماعة العلماء وحد تاني؟ ها؟ هو السؤال إنك أنت تألفه هو اللي صعب، إنما الإجابة سهلة. أنت قلت هنا في تشابه؟ ها؟ التشابه بين إيه يا أستاذ؟ بين جماعة الاندماج. اه في تشابه مع مين بقى في جماعة الاندماج؟ سامعك اهو. مع الشخصيات البارزة حول عرابي. ركز معايا. مش جماعة الاندماج دعت الاندماج مع فرنسا وكانت معطانة الفكر الفرنسي وانجلترا وفرنسا ما تمشيش. طب لما اقول الشخصيات البارزة اللي كانت حوالين عرابي، ايه موقفها بعد فشل الثورة العرابية؟ خلعت ثوب الكفاح الوطني واتجهوا الى الاعمال الخاصة وصانع الكثير منهم الاجانب. الكثير منهم ايه؟ صنعوا الاجانب. طب وايه تاني يا استاذ؟ ده مش كده وبس، ومنهم شخصيات كبيرة زي مين بقى؟ زي مصطفى فهمي. ده رئيس الوزراء اللي كان معروف بميوله لمين؟ لانجلترا. طب ما هي دي كلام جماعة الاندماج. طب في تشابه تاني ما بين مين بقى؟ جماعة علماء الجزائر. ومين تاني غير جماعة علماء الجزائر يا استاذ؟ جماعة العلماء في تشابه بينها ولسه لنا من شوية، الجمعية الخيرية الاسلامية. جماعة علماء الجزائر بتعمل ايه يا استاذ؟ بنقول بتحاول تحافظ على الشخصية العربية الاسلامية من سياسة المسخ. طب جمعية الخيرية الاسلامية اللي عملها اسماعيل 1878، التصدي لطغيان المدارس الأجنبية ووقف الإزدواجية الثقافية. في تشابهات كبيرة اهو. الاندماج مع الشخصيات البارزة اللي كانت مع عرابي. جماعة العلماء في تشابه مع الجمعية الخيرية الإيه؟ الإسلامية. السؤال لما هيجي لك هيكون سهل. إيه أهداف دي وإيه أهداف دي؟ ممكن أجيب لك سؤال تقول لك اثبت اختلاف النتائج المترتبة على سياسة الاستيطان الفرنسية في الجزائر. اثبت إن في اختلاف. لأثر السياسة الفرنسية تقول اه لما عملوا سياسة الاستيطان في ناس استجابت واندمجت وفي ناس رفضت وحاولت ايه تصلح وتعلم الجزائريين. طيب تمام. بعد كده بنتكلم على الكفاح بعد الحرب العالمية الثانية، واشهر دور في الفترة دي دور مصر. دور مصر في ايه؟ في مساعدة الجزائر للحصول على الاستقلال.
مصر عملت ايه للحصول على الاستقلال بقى مع الجزائر؟ طبعا احنا قلنا مصر استقلت من خلال ثورة 23 يوليو 1952. لما استقالت مصر بالطريقة دي ظهر تيار تحريري يدعو لاستقلال البلاد العربية من خلال الثورة. حلو قوي. ايه النتيجة؟ ركز بقى دور مصر كده. 1954 عملت ايه مصر؟ اعلان الثورة الجزائرية من القاهرة، عملوها من هنا واستمرت 8 سنوات. ده جاء في الامتحان السنة اللي فاتت، تم اعلان الثورة الجزائرية المسلحة من القاهرة من هنا 54 واستمرت لمدة نقط عام 8 سنين. طيب مصر عملت الثورة الجزائرية هنا يعني في انتفاضة في الجزائر وفي ثورة كبيرة، لأن فرنسا سيطرت عليهم سيطرة استحكامية مش عارفين يعلنوا أي شيء. مصر أعلنت وتحملت. لا مش كده وبس، مصر قدمت المال والسلاح والصحافة أو الإعلام، فلوس وسلاح وصحافة وإعلام لمساعدة الجزائر. طب تمام، مصر نادت في كل المؤتمرات الدولية بحق الجزائر في الاستقلال، تبقى كده احنا ساعدنا. طيب بعد ما ساعدنا ده نقدر نقول دور اهو، في نتائج ترتبت على هذا الدور. ايه هي بقى؟ حكومة جي موليه في فرنسا اشتركت سنة 56 في العدوان الثلاثي على مين؟ على مصر. معلش بقى محمد انتظر معانا كتير، هناخد تليفون محمد وارجع لكم تاني. السلام عليكم يا محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خلاص يا محمد سمعت السؤال باجابته؟ اه سمعت السؤال باجابته. في حاجه تانية يا ابو حميد؟ اه السؤال اللي هو بيقول ماذا يحدث اذا تم تنفيذ مشروع قناه السويس في عهد محمد علي. ماذا يحدث اذا تم مشروع قناه السويس؟ السؤال ده كان جاي تقريبا في 2013، ماذا يحدث لو وافق محمد علي على امتياز القناه، صح؟ اه. انما هنا بتقول انت لو تم الحفر، صح؟ أيوة. يعني الحفر تم وخلص. لو تم حفر مشروع القناة في مصر أيام محمد علي لظهرت الأهمية الاستراتيجية والجغرافية والاقتصادية لمصر. اتنين، بدأ التدخل الأجنبي وظهور أطماع أوروبا في مصر في هذه الفترة. لا بدأ التدخل الأجنبي في مصر منذ عصر محمد علي. ده لو تم الحفر فعلا، لو فتحوها في عهده. ها حاجة تانية؟ لا سؤال تاني بيقول ما موقف جمعية حلوان من زيادة تغلغل النفوذ الأوروبي في حكومة رياض باشا؟ جمعية حلوان أو الحزب الوطني عملت بعض المطالب يا محمد عندي، طلبوا بإعادة أملاك الدائرة الثانية والدومين للحكومة، ونلغي النص الخاص اللي بيقول إيراد السكة الحديد يروح للديون، ونوحد الديون في فايدة واحدة 4%، ونوقف المراقبة الثنائية ونعمل مراقبة وطنية يكون فيها 3 من الأجانب. حاجة تانية؟ لا شكرا، بس عاوز سؤال بعد إذنك. اتفضل. عاوز سؤال. انت عاوز سؤال في اي فصل؟ في اي فصل. انت مذاكر لحد فين؟ مذاكر لحد السادس. السادس؟ برافو عليك، انا مبسوط منك. اتفضل. قول لي يا ابو حميد، ما العلاقه بين فشل مفاوضات سعد ميلنر وانهاء الحمايه البريطانيه على مصر؟ فشل مفاوضات سعد ميلنر وانهاء الحمايه البريطانيه على مصر؟ ايه العلاقه بينهم؟ ادى فشل مفاوضات سعد ميلنر الى ادراك بريطانيا ان التفاوض مع المصريين لا يكون الا عن طريق سعد زغلول. فأصدرت التصريح 28 فبراير الذي أعطى مصر بعد ما زال الاستقلال. ممتاز. بعد ذلك بس ده كويس قوي كده، هو كويس قوي كده. انجلترا أدركت بعد فشله إن الشعب عايز إلغاء الحماية فادتنا التصريح. الله يفتح عليك، شاطر يا أبو حميد. حاجة تانية؟ شكرا حبيبي يا حمادة، ما شاء الله ما شاء الله كويس قوي. نتائج جيمو ليه بقى؟ قال لك جيمو ليه قال لك لا انتصار لفرنسا على الجزائر إلا بخروج مصر. فاشترك جيمو ليه أي فرنسا في العدوان الثلاثي على مصر 56، يعني احنا ساعدنا وضربنا. خلي بالك في سؤال هنا. 57 طلبت فرنسا من الجزائر الدخول معها في اتحاد فيدرالي يحفظ لفرنسا اليد العليا في البلاد، رفضت الجزائر. 3، 1960 خدت مصر قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة باستقلال الجزائر. يعني مصر اقدر اعمل لها كده حصر في 3 ادوار و3 نتائج. تاني كده معايا، 3 ادوار الثوره من مصر، المال والسلاح، المؤتمرات، نتيجه المساعده اتضربنا وتعورنا. جيمو ليه اشترك في العدوان الثلاثي على مصر مع انجلترا واسرائيل. فرنسا نظر للانتصارات دي عايزه تهدي الامور. 57 قالت للجزائر ادخلوا في اتحاد فيدرالي معايا بس هيحفظ لي فرنسا اليد العليا، الشعب رفضه. 60 مصر خدت قرار من الجمعيه العامه باستقلال مين؟ الجزائر. ده دور مصر. دور ونتيجة، دور ونتيجة. ممكن اقول لك فيها سؤال هنا، ايه السؤال بقى بتاعها؟ اقول لك قارن بين موقف مصر والمغرب من مساعدة الجزائر
موضحا الشبه والاختلاف. ايه الشبه؟ الشبه الاثنين، مصر ساعدت الجزائر ايه؟ الاختلاف ايه بقى؟ ان الجزائر ايه؟ ان المغرب اتضربت منعت المساعده وسقط الايه؟ المقاومه، سقوط المقاومه. انما مصر اتضربت في 56 وظلت ايه؟ تساعد. طيب هنشوف مع بعض اخر حاجه بقى هنا، نظرا للانتصارات الدبلوماسيه بنقول سقوط الجمهوريه الرابعه في فرنسا وتولى شارل ديغول. معلش بقى الاستاذ بتقول لي الحلقه خلصت. شارل ديغول في عجاله كده وضع مشروع استقلال الجزائر حوالين الاندماج التام مع فرنسا والاستقلال مع التبعيه او الاستقلال التام. الشعب اختار. شارل ديغول ده قائد وزعيم فرنسي كبير بيخير الجزائر ما بين الاندماج معاها او الاستقلال مع التبعيه والاستقلال التام. الشعب اختار الاستقلال التام فادى الى ثوره المستوطنين الفرنسيين في الجزائر، وانضم لهم ضباط الجيش واقاموا منظمه الجيش السري. جزائري فرنسيين في الجزائر ابادوا الاف المسلمين العزل، ولكن تمسكت المقاومه وصمد شارل ديغول وعقد اتفاقيه ايفيان. دي اخر اتفاقيه ايفيان 1962 حصلت فيها الجزائر على الاستقلال بعد 132 سنه. استقلت الجزائر. اعزائي طلبه وطالبات الثانويه العامه، معلش وصلنا سريعا لنهايه الحلقه، في انتظار اتصالاتكم وتليفوناتكم، استنونا الاسبوع القادم. هذا احمد صلاح يحييكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.